يا ده ما في هلا، لا اكلتهم كلهم، شو بعمل وين باكل؟ شو بروح على قبرص باكل؟ اذا بتروح بروح، ايه بدك بروح انا اخوات بروح انت بتروح، يلا بروح يلا حضرني والله صار يا عم اخرج، صار يا عم اخرج. ليش كنت عم تصور؟ لا جود مورنينج جود مورنينج جود مورنينج. احنا وين؟ احنا عند ابو وين؟ عند اوهنس تنعمل حلقه جديده جنون. بس وين؟ وين؟ لو شو تعرفت عليه قلت له بالمحل كتير حلو اكلاته كتير طيبين بس ما بيقدي هيت تنجن. قال لي شو جن؟ انا بجن اشي مجنون إيه؟ اكتر منه إيه؟ فحملنا حالنا وقررنا انه هيت تنجن معكم ونصور ببلد تاني. بلد تاني وين؟ انا اتكلت عليك وانت حضرت السفرة وقلت يلا صح شلينا هالتيكتات حضرنا الباسبورات وانا ماشي واقف وين رايح؟ شو رح نعمل بهالكم يوم؟ راح نروح نكتشف الكالتشر تبع القبرصي، شعب القبرصي اللي بيشبه اليوناني والارمني شوي، وبدنا ناكل كليفتيكو، بدنا نجرب كل الاكلات التراديشنال تبعهم، بدنا نزور كل المطاعم اليونانيه والقبرصي، و وي جون هاف لوتس اوف فان، بدنا ناكل بدنا ناكل بدنا ناكل ما بدنا نشبع. اه هل في ياكل قد ويتحمل ركض قد ويضل فول اوف انرجي مثل ما بعمل؟ رح نكتشف سوا. يلا ليتس جو. Let's see you. قاعدين جايين ناس من LA ومن لبنان. يلا يلا الحقنا بالشنط. رح نبلش بشوية شوبينج يعني شوية اشياء للطريق. بزورات شوكولا ويعني اذا طلع بينا نعمل كيس بالليل. هلا ناكل شيء غير شكل غير شكل ده اسيدي فيه طعمه لقمه شو بدي اقول لك اجمالا بنقول جود مورنينج جود مورنينج جود مورنينج. اليوم رح نقول مساء الخير لانه بلش يصير سانست بعد شوي. نحن وين وصلنا؟ على قبرص. قبرص هالمره اون كونفنشن رح نعمل سوا اشياء اخوات مع هالزلمه وهالزلمه ورح نولعها يعني لترو موسكوتير. هلا مهم جوعان وانا خدنا هلا بعدين بدي اروح الحماس رح يموت. انا اسمي سيفاكس اوروبيان. وضع لبنان هو صار السبب حتى انجبر اترك لبنان
وصرت هيك مقيم بقبرص. انا وعائلتي جينا 2006 على قبرص. عاملين ايفنتس، انا بشتغل بالايفنتس. I organize very large scale events, 250 people on a stage, more than 400 people backstage. The last concert I did, it was in Lebanon, Forum de Beirut. كان المئوية للمجازر الأرمنية 2015. You are my favorite influencer لأنه أنا بحب الأكل بطريقة ما فيك تتصور. You cannot imagine how much I love food. And I don't eat any food. I eat only the best of the best. So from your program, I have learned so many things. تعلمت كثير أشياء بلبنان. أنه شوفي بلبنان وأكلات وهيك أشياء. وهلا أنا عارف لوين أنت جاي. مجهز لك كل شيء لأنه I know where to take you. Where, what to eat. According to the ingredients, it's Mediterranean ingredients, mostly whatever you find in Cyprus and in Greece. Tonight we are drinking, I'm drinking actually, you know, Cypriot made beer. It's vice, look at it. It's like the Hoegaarden, but it's Cypriot made. And what are we drinking? And you are drinking Zivania. This is the local vodka, worse than vodka. It's very strong, it's very nice. And you drink it as shot. So, enjoy, guys. Cheers. I will tell. Cheers. Wow, nice. I like it. 45%. Cheers, Anthony. 45%. Smells good. Smells fresh. Great. And smooth. Make it European, you can throw an olive inside. Very nice. Sure. Very smooth, very soft. Enjoyably alcoholic. Feels good, floral, herbal. We'll feel it in an hour. بعد ساعة بنحس فيها لأنه هلا. حبيت الصحون، حبيت شكلهم للصحون. عم تزكى شوي على الضوء. في اشياء شكلها كتير لذيذ. واو زي نايس. الباذنجان غير شكل. Very refreshing food. فيه نفس، فيه طعمة، فيه freshness. توب. ألوان حلوين، presentation حلوة، simplicity yet upscale flavors. ضروري خبركم عن هيدي. قربوا ضروري خبركم عن هيدي. مشروم رافيولي كوكت الدنتي. سوبر سوبر كريمي، extremely flavorful. لكزة acidity. Enjoyably sweet from the inside. This can win an award. It's exceptional.
بيك تشونكي كبيرة لذيذة بتعبي الراس مشغولة مظبوط المشروم. This is a 10 over 10. بيناتهم في تشيكن، بيناتهم في لام، بيناتهم في بورك، بيناتهم في اوكتوبس، بيناتهم في كتير اشياء. الاكل رائع 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 رائع، فعلا رائع. وكل شغله بشغلتها بتحسوا انا عبالكم تنطوا بقلبها. طلعوا طلعوا الفات بليز، طلعوا كميه الفات واللحمه والشغل الخويت. طلع هون شقف لحم مستوي مظبوط بيوتيفل. واو مالك مبسوط. تشيكن كريسبي مع جلدته رائع 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 عن جد رائع. حتى الاكتوبس ما بيعلق. شو هالطعمات شو هالفليفرز مظبوط. بطيئين شوي بس عملوا لك كل شيء بلاتون. صارت الساعة 10:30 وصلنا احنا على الساعة 8 وبعد بقعد ساعتين غيرهم. الجو كتير حلو، الناس فوق بعضها. First impression Cyprus here we come. Super excited super excited. Feels good. شكله شربينه منيح، فيها لمعه حلوه من جوا مثل كانه شربينه قطر. حاسس كانه رح اكل نموره. Exactly. Walnut cake شوي مثل الصفوف اللبنانيه. كيك معمول باحساس البيت، شربين سكر وقطر منيح. احساسه وتكستشر تبعه مثل النموره. And it is amazing. البوزة عندهم تعقل. هيك بنخلص. أنا مش I'm not sharing. Go eat dessert someone else. Thank you. Good night. See you tomorrow. Cheers guys. Cheers. قررنا تنفوت على الأوضة لأن العشاء كان كتير طويل وكان كتير 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 طيب. بس ضروري أخبركم قبل ما نفوت ننام عن هالأوضة. حلوة هي. أول مرة فوت على أوتيل أبيض بيور بيور من جوا لبرا. أسود أبيض. تلفزيون كتير كبير، مراية واحد يقعد يشتغل، تخت بالنص، الحمام ناصع البياض اسمه ماب، كله تكنولوجي، كله على الكبس، كله عزرار، في بالكون بكل أوضة. بيوتيفل. وقالوا لي أنه الترويقة شيء شكل تاني رائع. هالمرة بقلكن good night. Good morning. نوم حلوة مريحة ونهار ببلش هلأ. وين رايحين؟ ما بعرف. شو رح نعمل؟ كمان ما بعرف. رح نكتشف مع بعضنا لأنه سباق هو محضر كل شيء. أنا وأبو. المهم
ننبسط، نرجع نتعرف على قبرص اللي اخر مره جيت لهون فيها يمكن من 10 سنين. بلا من 10 سنين قبل نغارلك رانيانز. ومش بس هيك، ناكل اكل طيب، نتعرف على الناس الطيبين، نشوف اذا ملتقى بلبنانيه ونفرجيكم قبرص. First stop farmers market، بيفتح كل نهار 4 وكل نهار 7 الصبح. ايوس اندونيوس بمنطقه كثير حلوه، باركينج كثير حلو، في محل خضره وفواكه. طيبين ها لو جاردي يلا اول وقفه عند سيتو. سيتو شوي مثل بريت ا مانجي. بريت ا مانجي ماي فيفرت براند بتعرفوه يلي بلندن بنيويورك بباريس برما وين ما كان حتى بدبي بتنقوا على البراد اللي بدكم يلي لفت نظري وهيدي اساي بول اساي مع جرانولا حبيت كثير ريدي تو تيك فول اوف انرجي قهوه ترانس ميوزك لرجع من السهره بدفي بزيت المود اجواء حلوه غورمي ديليكاتيسن ترويقه سريعه ومنبلش جينجر ابل او ليمون جينجر شوت بوست اوف انرجي حسيت حالي مثل بوبايز سبينتش ومنهلع تكوي دماغ مش زعيم كول ايديا هنا محل عنده شيء مثل المنقوشة اسمها اوريغانو باي عنده شيء ارمني لقلك اسمه شيش كباب شيش كباب عنده بيتزا تليانية عنده لحم عجين ارمني عنده كل شيء علاقة بالعجينة فرن مثل فرن اللي نعرفه بالمنقوشة وصورتهم حلوة وبشهر ندوق من بعد ما هي الكوية الزعيم بدك تقول تشيلي تشيز باي اول حلومي تشيلي سبايسي حلومي ومنقوش زعتر زعتر اخر شيء هيدي للديزرت كيراغوس بانوسيان خلقان بلبنان ارمني من برج حمود كبران بقبرص نحن بمكاريو نيكوسيا قبرص صرنا بهالمحل 10 سنين واحد عندك بيحس حاله بلبنان بقبرص بارمينيا كله مخلوق
برج حمود بلبنان بقبرص باوروبا. كبة قبرصية. كبة قبرصية. من برا بس برغل مع طحين بدون لحمة برا، من جوا عندنا لحمة مفرومة خنزير. صحتين دوقة مع حامض. كبة قبرصية. برغل من برا. عصرة حامض. لحمة مفرومة قرشتها شكلها كتير كتير قوية. اوه ماي جود. واو. بهارات. تكستشرز. تندر ميت. بتضلها بتتم. قلكن خود كاتشي بعد. ما تفل خود كاتشي بعد. لا لانه بريدو غير اشياء. بس روعة. رائعة رائعة. Very interesting. Very yummy. لبن خفيف مع ماء عيران. حلوم. زلمة فاتح فرن. عجينته روعة. اختراع هذا الحديد بقلب الفرن. توب. شغل ماشي يلا على السريع. ثلاثة أشخاص عم يشتغلوا جوا. في نفس رائع. منقوشة اللي أنا معود عليها واللي نحن منحبها بالضيعة ولا راحت ولا إجت وسم الله على التليفون. Orders, deliveries, رايحين فيتين الناس على الكوع. وهو لذيذ. اوف. اذا كنتوا وين ما كان بالعالم وعملكم شيء طيب ان كان منقوشة ان كان بيتزا ان كان شيء ارمني ان كان شيء من لبنان واشتقتوا ل كان بدوق زعتر بعد شوي الى منقوشة التيتا صبناه كتير قوي. خلطة بقر ومعزة وغنم مع بعض كتير قوي. ادكتف. قلت بدوق شوي مش عم بقدر وقف ونعنع بالاخر صايبة. ومنقوشته كيف؟ غير شكل. في تاتش برج حمودي ارمني لبناني. انتوا ما بتضبوا على بعض الا شوي. بنحط عليه عصرة حامض هيك نرجع نشيل الشقفة منه. وانا بفضل اكل من ميلت الكريسبي بحبها اكتر. ايش الزعتر؟ ايش الزعتر؟ واو فلوفي. شوية بندورة ونعنع على الطرف. مخمرة مظبوط. اير بوبلز مثل ما لازم. نايس. المنقوشة يلي فيها تاتش بيتزا مع يعني العجينة هيك مثل عجينة جاتو على عجينة منقوشة. ما بعرف إذا حطيت لها شوية سكر زيادة. بدي اترك انتوني برا. بدي نقي انا شيء على ذوقي لطعميه. شيء قبرصي. شيء يكون طيب. شيء يكون اوريجينال. هيك يحب. انتوني ليك شو جبت لك. انت بتحب هيك شيء يمكن صح؟ الناس بتجي لهون بحسهم بيجوا كل يوم لهون.
كيف بدي اقولها لا بلاس دي زابيتيه، يعني محل ما هذا الكافيه بباريس محل ما واحد بيجي بيشرب قهوته بيفل جوا الويترس اثنين تاتو من فوق لتحت بار الديسبلاي وهالشيء اللي بيلفت النظر. وقالت لي في بلوبري بانكيكس ويتش كومينج قهوه كثير طيبه منا مره. اجوا 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 عندهم ليمون تشيز كيك، بلوبري بانكيك، بلوبري تشيز كيك. Very good. طلع هول طلعوا هاي شوية بيكن ميبل بلوبري وان جاينت بيك بانكيك. ثيك فلوفي بانكيك شربت شوية ميبل بلوبري. Damn. Oh my god. خليك خليك عم تصور خليك 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 تما اضطر اعطيك شيء. ليه؟ لانه كثير طيبه. خليك خليك عم تصور. Amazing. Super fluffy. طعمتها رائعه رائعه رائعه. السكر كثير خفيف. واو. بت عن جد بانكيك السعاده. السعاده بانكيك هلا منهم يسموها هيك. نحن وين؟ نحن بمحل اسمه The Boys. The Boys at number 5. محل كتير حلو. كراسي بيض. جوا very positive vibes. بار كتير طويل بآخر المطبخ. أجواء حلوة. الألوان حلوة. وإز إجوا الصحون. الصحون بيحكوا عن حالهم. الألوان تبع الصحون حلوين. الأفوكادو توست. الصوصات اللي عليهم. البندورة. الخبزة. الساوردو. السميكة. خاصة هيدي. يلي بيسموها بيقتلكن The Omelet Burger. So, أومليت وبرجر مع حلوم بالنص بيكن محمصين ولفين لفوق. Very exciting. هيت نبلش ندوق هون. إكس أفوكادو. واو. Very good stuff. Ingredients. Very nice. وهيدا الأحمر اللي شايفينه هو sweet potato. And goat cheese cream, very innovative, super innovative. Olive oil. وعجنب في chimichurri. يعني بعد أحلى من ما شايفين بس إنه فيها توم فحطيناها عجنب. Very nice. Gourmet. Avocado toast. With notes of sweetness. Very enjoyable. شكله حلو. It's your unconventional burger. عن جد أبو كيف. واو واو واو. سبينتش بيكن جريلد حلومي ملت تشيز بيارنيس صوص. كل هول بساندويتش واحد. شكله بموت شكله بموت. اكسبشن ماشي اكلته قبل بحياتي. مش معقول. الصوص رائعة. قرشة الحلومة رائعة. الجوسينس والنقط عم ينزلوا وين ما كان. بندورة فريشنس سويتنس وسخونتها. قرشة البيكن اللي بتعقد. الأومليت اللي بعدها مويست ومانا ناشفة. What a great combination. This is food of the gods. بدي قرشة تانية. رائعة. ما عبالي وقف. كل كاتشة فيها balance of sweetness, acidity, softness, smoothness, creaminess. This is good.
مرسي كلنا استقبلتيني بالسفاره، بعرف مسافره اليوم واخر دقيقه والقهوه والكراسان. ثانك يو سو ماتش. حبيت كثير كيف انه هيك كثير قريب على القلب انت، كثير سان فرانسيسكو. كلنا بنعرف قديش قبرص كانت مهمه للبنان من زمان، بنسمع اصحابي كلهم ايام مدرسه يمكن 82 و83 كلهم اجوا لهون، وهلا جوا نسمعنا كمان وفود اكثر جاي لهون. قديش في لبنانيه بقبرص؟ اوكي، لنبلش بالاول باللبنانيين اللي اجوا بالثمانينات. حسب سجلات السفاره اللي عندنا كان عندنا 100,000 ملف عائلي، يعني تقريبا كان عندك فوق 100,000 لبناني عايشين بقبرص. بالوقت الحاضر بلشوا اللبنانيين يجوا على قبرص من 2019، صرنا نشوف في تزايد بالمعاملات الاصليه. هلا مش كل اللبنانيين بيجوا على السفاره، لانه بيكون معهم يمكن باسبورات اجنبيه، بيكون معهم اقامات، ما بعوزوا السفاره. سو انا ما عندي العدد الاكزاكت قد ايه فيه، بس انا يعني حسب الملفات اللي عندنا هيك فاتحين، نحن تقريبا حوالي 1000 ملف جديد، ملف عائله، يعني 1000 عائله. هدول بدك تضربهم ما بعرف بثلاثه باربعه لنشوف قد ايه اشخاص. في كثير شركات فتحت بلبنان، فتحت بقبرص، اجت من لبنان، يعني تركوا اذا بدنا نقول الشركه البيس بلبنان وفتحوا فروع لهم بقبرص. حسب ما بفهم من اللبنانيين الموجودين هون، من الناس اللي موجوده بليماسول وبلارناكا وبنيكوسيا، بيقدروا بالحوالي 10,000 لبناني موجود هون. هلا للاسف عم نشهد موجه معاكسه، في كثير لبنانيه اجوا خاصه بعد انفجار مرفق بيروت، لانه حسوا بالخوف، خافوا على اولادهم، نقلوا لهون. تعرفنا على كثير عيال منهم هدول. بعد سنتين ثلاثه شافوا انه قبرص كثير غالي لهم، وخاصه هلا بعد الازمه باوكرانيا الاسعار كلها غليت، بقى فضلوا يرجعوا على لبنان، لانه بالنسبه لهم الحياه هونيك ارخص. بس ما بيمنع انه في كثير ناس موجودين بقبرص، المدارس ملانه. انا بعرف المدرسه بنتي باللي ستراسي كانوا 200 تلميذ السنه الماضيه، السنه كانوا 450، سهولي 250 تلميذ لبناني زياده اجوا هيدي السنه. بقى في كثير موجودين خاصه بلارناكا وبليماسول. في حياه اكثر عم بتصير، يعني في افران لبنانيه عم بتشوف كثير. ايه كثير، صار في مطاعم لبنانيه، صار في كيوسكات ببيعوا فلافل وشاورما، وهيك بتحس صار في حركه. حتى الاجواء مثلا، انا بقول لك كمان برجع على المدرسه، الجو بالمدرسه تغير لما صار في لبنانيه، صاروا بالكوميتي دو جيستيون لبنانيه، صاروا عندهم افكار جديده، صاروا يحطوا الانبوت تبعهم من وراء تجربتهم بلبنان. وبتشوف وين ما تروح هلا بتسمع ناس عم يحكوا لبناني، بالسوبر ماركت، بالمحلات، بالمولات، بالطرقات. انا حدي هون في شيء 4 حوالي مستاجرين لبنانيين. سو لا، بتحس بلا في عش او في ناس. واكثريه هول اللبنانيه هن اللي استثمروا بقبرص خلال العشر سنين اللي ماضيه، هيك عم لاحظ انا. يعني لبنان على طول عنده اذا صار شيء بلبنان انا وين بروح. بقى لما بعد الازمه الاقتصاديه اللي صارت بقبرص بال 2013، الاسعار نزلت كثير، اسعار الايقارات، بقى في كثير لبنانيين استثمروا، وكان الاستثمار بخليك تاخذ اقامه ريزيدنسي. احنا السفاره موجودين لخدمه اللبنانيين، هيدا هدفنا وهيدا سبب وجودنا وين ما كان، يعني مش بس بقبرص، بكل العالم. منقدم كل الخدمات اللي اللبنانيين عايزينها، من باسبورات، من فيز، من اعمال اصليه، من نصائح اذا عايزين شيء، من اذا عايزين اي مساعده مع السلطات القبرصيه اللي هن كثير متعاونين معنا وكثير مساعدين، عم بيساعدوا اللبنانيين. وعملوا سيستم من شي 3 سنين اسمه الفاست تراك بروسس، اذا حدا لبناني هن عملوا لكل الاجانب، بس عملوها وقتها بالتحديد مشان اللبنانيين. اذا حضرتك بدك تيجي تفتح شركه بقبرص، كان البروسس بياخذ شهرين ثلاثة تقريبا لتخلص كل المعاملات، هلا باسبوع بتاخذ كل التراخيص، وبيساعدوا كثير بالاقامات تبع الامبلويز اللي انت جايبهم من لبنان. اكيد في شروط، يعني بده يكون هيدا اللي جاي مع يعني وظيفته، ما في حدا يعملها بقبرص، يعني انه بده حدا بيحكي عربي، بده حدا عنده تالنتس معينه. يعني بقى بهالمجال السلطات القبرصيه كانت كثير 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 متعاونه وقدمت كل التسهيلات اللازمه. بست براكتس، يعني لحدا بده اليوم حدا عم يحضرنا عم بيقول عبالي انقل شغلي او عائلتي على قبرص، وين ببلش؟ ببلش اول شيء بلاقي محامي، هيدي اول ستيب لازم بيعملها، لانه ما في شيء بيمشي الا ما يكون عنده محامي ليقدر يتواصل مع السلطات القبرصيه. بقدم له بقول له الاوراق كلها المطلوبه اللي هي ليقدر ياخذ الرخصه، بقدم على الوزاره المعنيه، برجع بقدم بعدين على وزارة الداخلية لياخذ الإقامات اللازمة. وعمل لك البروسيس كثير هين، على شرط يكونوا يعني إذا بفوتوا على الويب سايت تبع وزارة التجارة موجود هيدا الفاست تراك بروسيس، وموجودين كل الأوراق والدوكيومنتس المطلوبين منهم مشان يقدروا يأسسوا شركة بقبرص. توضح الأمور، ما في أحلى من بلدك وأنا باقي بلبنان، مش عارف شو عم نحمس الناس تفل، ومش هينة مثل ما الناس مفكرة أنه بكره بوصل وبلش أقطف مصاري على الشجرة. غالية وصعبة ويلي هن في opportunities اللي قادر واللي بده حسب الماركت. كان انت على اي ماركت فايت، يمكن في ماركت ساتوري ما فيك بقى تعمل فيها شيء،
ويمكن مثل ما انت قلت المطاعم وهذا اكثر شيء بتضل ماشي لانه هيدي قد ما تكثر منها بتضل. بعدين ما في مطاعم لبنانيه بقبرص كثير يعني اذا بتبرم وبتشوف ما في مثل المطاعم الموجوده بلبنان يعني. Thank you so much. نحن هلا رايحين محل اسمه ريفرلاند. It's a biofarm, okay, in Cambia. The area is Politico, the village. ركضنا كان قتلنا على الطريق لما نشوف الحلوم جينا بلا حلوم بس وصلنا عايشين وصلنا على قليلة بناكل الحلوم وصلنا على القد بعضهم سخنين روعة. اجمعنا حلوم بيكون ما فيه طعمه هيدا full of flavor ملوحة كتير 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 حلوة very nice texture بزيزي قد ما لازم تعرفوا شو قصدي بزيزي يعني حطوه هيك زي شون هوا ملحين هيربي بيوتيفل وهيدا اسمها اناري يلي هي مثل ريكوتا اساسا الحين مثل شبن البلديه مثل قريشه ما لها طعمه هي شيء كتير خفيف بقايا الجبنه بالاخر بدها عسل تيعطيها طعمة بدها سكر تيعطيها طعمة مثل القريشة ممعوسة معس مكبوسة كبس ريكوتا تشيز عم جرب شوف الفرق بين كفير وعيران مكتوب عيران اوكي انجليزي 100% goat milk water salt mint عيراني كولتشر هون عنا goat milk كفير كولتشر اوكي اسياتيك شو عملت اللبن تك مثل اللبن اكزاكتلي مثل اللبن لبن مع شوية مي اذا فينا نقول مثل اللبن اللبناني تك كريمي حمودة خفيفة كتير كتير طيب وهيدا العيران هيدا الشيء كتير طيب حامض ماي لبن if I'm a fan of iron big fan of iron حاطين معه شوية منت if هيدا بكلها بشربها كلها كرعة واحدة سو الفرق بين اثنين بعتقد هذا لبن لبنان على الطريقة القبرصية vice versa والعيران اطيب من تبعنا اوبس سوبر واو We'll be right back.
I love you. I love you more. As you understand, we separate the farm in two parts. At the left from the gate and left is the most entertainment place with the cafeteria, the small campings, the house for the guests and for the volunteers, the place where we organize festival and birthday party. And the building here, I think, already visited this place. We have many kinds of animals. The kids, they can pet the animals, they can touch, feed the animals. And after, when we have groups and visitors, we show down what, how we produce the milk. Follow me. So here is the main building where we breed the goats and the sheep for the milk. We produce organic milk. The animals, they eat organic hay and food. And 2 times per day, we move it to the milking room. I will show you now. And 2 hours per day, we move it outside to the field. Selling organic shop and to the supermarket in 155 points inside location. Here is the room with the milking refrigerator. It's here the milk now. We have 2 kinds of refrigerator because we separate the sheep from the goat milk. Because we produce the kefir with only goat milk, the yogurt with goat milk and more sheep milk, and the halloumi, they mix both of the 2 kinds. And here is the milking room. All our animals have this microchip in the stomach. When they pass from this gate, the system recognizes and sends us all the information about our animals. When they give birth, the quantity of the milk, if they have any problem with the health, and we do this because we make it genetically improved. We choose the best animals at the end of the year, and we keep it, the small baby. With this method, we have all the time strong animals and healthy animals. The RNA that you put to make the yogurt, the probiotic, is for yogurt. The kefir is a special milk fungi. That you use it in Caucasus in Russia to make this drink. It's very healthy, very... It's not considered yogurt. It's not considered yogurt. No. So it's a thickened milk. Yes, it's a goat milk. What we do with goat milk, we put the culture, we keep it for 24 hours, and after we have this product. It's a completely different product than yogurt. Okay. Ayrani is very similar with yogurt. It's like liquid yogurt with mint and salt. That's it. We milk, as I told you before, 5:30 in the morning, 5:30 after the afternoon. When is the milking time? The animals, they eat in the same time. We put this one at the left, one at the right. With a vacuum system, the milk move and go directly to the refrigerator. We need about 1 hour to milk 300 animals with this machine. Then we put it back and the system clean and sterilize automatically. When we have visitors and kids, we use 1 glass. And we give the chance to the kids to see how the milk go out. We close with the 2 fingers and we squeeze it. And we learn the kids how they can milk the animals. مثل صف العسكر بفوتوا على بالدور بيوقفوا بفلوا بيرجعوا بالدور بيرجعوا بفلوا بياكلوا كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم 5:30 الصبح 5:30 بعد الظهر 300 معزية بيعرفوا شغلهم وبيمشوا هيدي فورم فينا نقول educational فورم عندهم جبنة عندهم كل أنواع اللبن واللبنة على طريقتهم ومش بس هيك بيستقبلوا المدارس هون كرمال اللي علمون عن كيف تشتغل المعزية وكيف بيكون أجواء الشغل بقلب المزرعة أنا كتير مبسوط أنه استقبلنا جبنتهم كتير طيبة الكثير كانت أول مرة بسمع فيه أو بعرف كيف بينعمل حلوماتهم عظيمين العيران عندهم توب إذا كنتوا بالأجواء بدنا من نيكوسيا لهون تقريباً 30 ل40 ديو So we are Riverland Biofarm We located in Kamdia in Cyprus We are outside of the city Nicosia 20 minutes, 20 kilometers, 20 minutes from the city Everybody, they can find us in Facebook page and in website, our website. Thank you.
نحن على الطريق في كنيسة بينت من الذهب من فوق مش معقول تلفت النظر بشكل مش معقول، فقلنا يلا منوقف عليها. شو هي الكنيسة؟ شو اسمها؟ وين؟ خليكم دقيقة. هاي اوكي وشكلها هيك وهيدي هي على جوجل مابس. بعرف انه تبهر قد ما رائعة، من احلى الكنيسة شايفهم بحياتي، مش بعظمتها ككبرى بس بتفاصيلها بالذهب والنقوش اللي بقلبها. فاذا عبالكم تجوا هاي. Anthony, now we are going to Ayia Nappa. We are going to taste the best calamari ever on this island. مشوار 50 دقيقة وصلنا لوين؟ آيا نابا. ما يروح تفكيركم بعيد، ماني لابس مايو، ما راح انزل على البحر، بس مشوار هالقد طويل لأنه في مطعم سوبر مهم على أوتو لسيفاك رح ناكل فيه كالامار. إن شاء الله يطلع طيب لأنه طلعت ضيعنا نص ساعتين من نهارنا. أكيد رح يضحكوا علينا أنا جيت طلع أيا نابا بلا مايو. إيش خد لك على حكي الناس بكرة؟ مش عاملين حساب، نحن جايين ناكل. فريش كالاماري، فريش ريد سنابر. Depends what the people they want. First of all, I have allergy in the fish. I am fisherman. And the people, they say that I make the best fish. The people, not me. Because I can't try, so I don't know if it's good. We're going to make my octopus, potato, muffin, garlic. حضرت لك سلاد من الموجودين، في اكتوبس مشوي، بطاطا مشوي، شمندار، خس، بندورة، خيار، هولي موجودين من سلاد بار. ساعة بتشوفه كالاماري اخذ معه 10 دقائق تحضير، ما زاد له غير زيت زيتون، ما فيه صوص، ما فيه شيء خبي الطعمة، طعمته حريق قد ما لازم، جريلينج قد ما لازم، ما بيعلك، منه مثل كاوتشوك، منه مثل دولاب، وحبة حدة تانية ready to impress. enjoyable smooth soft. اسمعوا هذا زلمة عنده حساسية على السمك، تخيلوا ما في ياكل سمك. عائلته معروفة من أهم الصيادين بالمنطقة، بيتصيد من هو صغير وما في ياكل سمك. الناس بتخبره أنه أكلاتك طيبين، وأكلاته فعلا طيبين، بس هو مش زي يوم بحياته. إمبرسيف لا؟ هيدي مع حامض بعد اطيب كتير كتير. healthy straightforward flavor of the sea. خلصنا عن كلام عنه بسطنا كتير، وهلا عم بخبرونا عن البطيخ. سوبر طيبين. طلعوا قد فيها مي من جوا، سكر محط، مثل كانه يعني المي اللي بيسقوها فيها سكر.
واو عن جد واو. طلع قرب قرب قرب. فريش ووتري بيوتيفل. واو another reason تخليني ارجع لهون. جرب افتح لانه ما قالي جدادي امشي من هون لهونيك. انتوني كنا قاعدين بالسياره اير كونديشن ميوزك رواق ان ذا ميدل اوف نو وير. امشي 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 وين أيا نبا قبل الهاي سيزن ما كتير في عجقة بس يلا along the way ماشي الحال. شوية سياحة شوية مناظر حلوين مثل ما قلنا بيلنا مش بالبحر بس بيلنا هالمناظر الحلوة بتمشيات فيكن تجوا تقضوا وقت حلو. هذا واحد ما بقدي دقنا أول مرة هلأ التانية ولون الماي الزرقاء الزرقاء زرقاء زرقاء يعني أنقى من من السماء هيدي بتلفت النظر. احساس رائع بيوتيفل. من هون بتشوفوا كل أيا نبا ورانا والشباب من الهواء بتنسوا هموم الدنيا. خلاص كيف قد صار لك يومين بلا كباب؟ انت شوف قديش عم ضحي قالوا كرمالي ايه دربك عيدك في في في, بدأ في مقابل في كالمار في اكلات يونانيه هيدي عم ماشي الحال. مبسوط؟ مبسوط الحمد لله يا الحمد لله. وين نحن واقفين هلا؟ هيدا ورانا كنيسه هونيك الروشه
روشة بالهول. Hello. Great. Lemon for me. كيف البوظة؟ المي قطية. إذا بتعمل كنت كل الأكل اللي بعمله بقول لك يعني بتأثر فيها. لونها حلو. ملوناتها حلوين. مغطتها حلوة. أسيديتي ما في. ما في بوظة، ما في ليمون أساسا. لا عم نعمل أسيديتي ليمون. أخبرك كل أنواع الملونات موجودة. وطعم الجنال بذكر جنال ايه عفيك طعم الجنال. مكتوب فوق فرنش آيس كريم، طلبت ماستيكا، ليمون، بلاك كورنت، أنه على القليلة معمولين من مكونات مضبوطة. بس هلأ مش حنا مترة يعني، ومش بوزة جبلية وضياجية، بس يعني بتقوم بالغرض أكيد أحسن من هذيك. نحن هلا وصلنا على فيكتري باي، منطقة كتير معروفة بشجر التين. بالزمانات بيخبروا انه هون كان موجود بس شجر التين. بعتقد بتخلص السفرة بتعلم أرمني. يلا. أنا بعتقد أني بتعلم أرمني وهي آخر السفرة أكيد. وصلنا على أيانابا، على المارينا القديمة، بطيات محلات سياحية. حاول برمي هيك سريعة قبل ما تعتم، إذا لقينا محل طيب ناكل، إذا لا منقلع ومنكفي منروح نفتش على شيء نون تورستيك وما كتير معروف مثل ما بلشنا نعمل من أول سفرة لهلا. طيب في باتو كتير كبير، يلا التور مع شوية موسيقى. Thank you.
واو بيوتيفل بيوتيفل بيوتيفل. ما بعرف اذا موناكو دبي. واو شو هالمارينا الرائعه رائعه رائعه. حسيت هيك بيج ايفنت سبيس مطاعم. واو عن جد واو. طيب من هون بنخلص برمتنا بايا نابا يلي اخر مره جيت عليها بعتقد من 20 سنه. تغيرت كثير وحتى في بنايات عم تركب وسكن والعده كلها. من هون بنترك ايا نابا قبل ما تعتم نيكوسيا. It's dinner time. Για σένα, γιατί προτάσεις για μένα.
كانت سهرة حلوة، كان ضجة كتير، فما قادر تخبركم انه حبيت الاكل كتير. جربت اعمل حركات قد ما بقدر، بس كان فعلا الاكل كتير طيب. نهار طويل تقريبا اكتر من بعدين شي 12 وقفة اذا بنعتبر كل الوقفات السياحية. ايا نابا مثل ما شفتها قبل، لانه برجع بتذكر انه كنت عمري 18 سنة ساعة جيت اول مرة، كنت كتير صغيرة وكانت كلها سهر، نام بنهار نصر بليل. اليوم شفتها بطريقة مختلفة، قبرص عم تتغير، مش هيدا اللي بعرفها، ان كان البور ان كان المارينا ان كان الطرقات كل شيء عم يتغير. انا مبسوط ببرمتي. تاني نهار بقبرص، بكرة نيكوسيا لارناكا، دلون على محل ترويقة كتير طيب، رح نطلع اكتر على الضيعة، رح ناكل اكتر اكل تقليدي. يلا ان شاء الله تكون بسطوا هيدا النهار، نلتقى بالحلقة الجاية بكرة. بالأوتيل نزلت أتروق، بعدهم نايمين. لفت نظري سكامبلد إكس وتوميتو، خبزتين، زيت زيتون. واو، هيدي اللي بنعملها نحن بالبيت ساعة ما بدنا نستعمل زبدة أو ساعة بدنا ما نستعمل زيت، بدنا ناكل شيء خفيف. بتحطوا البندورة بتكبوهم بقلب المقلاية، بتشوفوهم فوق البيض بيستووا بالمي تبع البندورة، بيعبوا الراس بطعمه، بتاخد معك بيوتيفل مويست مش ناشفين. High-end food. Great start. Great start. فعلاً 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 رائع. وزيت الزيتون، شو هالزيتات اللي عندهم ياهم؟ I'm loving it. I am loving it. Gourmet food. مشغولين مظبوط. كل علبة بعنبتها مصوصة. Blueberries. كريم، بانكيكس، أبسكيل فليفرز، ما في عجقة، ما في خبصة، مش على الطريقة الأمريكانية، باودر شوغر بيض على الوجه. لا، برجع بكرة وبعد بكرة تدوق كل المنيو، فيني أطلب قد ما بدي. اليوم شغلتين، بكرة ثلاثة، وبعد بكرة بنفل بستاهل. من شارع لشارع فتح على محل وصلت اسمه بوبسا، بس طلع مش فاتح، بيفتح بعد 3 ايام، وطلعوا لبنانيين مخبيين ورا الكاميرا ومستحيين. يا حني هلا مش اذا بيحكوا معنا. فاتحين كونسبت كتير حلو، بوبسيكلز بوزا، في وحده تيست. وان الله راد بالسفره اللي بعدها شو بدي لكم، اذا جايين على لارناكا وبدكم بوزا توقفوا، شكلهم كبير وخرزان والمحل ريحته حلوه والفيديو تبعه لذيذ، اولموست ريدي. طيب هات نشوف اذا بخبرونا شو الكونسبت.
Very nice. Very nice. Mastika. Wow. حسيت حالي عم بشرب الدرينك المستيكا هالقد انتنس ايسي بس ما في قرشة تلج. Loaded with taste. Generous. Super yummy. Avant première. Peach. ظاهرة من الفريزر هلا يعني عم نحكي minus 20 plus وما عم تكسر ما عم تقرش يعني ما فيها مي ولا سكر خفيف intense fruit flavor this is this 10/10 لارناكا هلا بزيدوا على جوجل مابس اذا وصلتوا لهون ما بضيعوا على البحر بتتناولوا 10 بتنزلوا على البحر صرت هون ما بعرف بعرف انه مبين قدامي صوره على انستغرام انستغرام بالفود هذا هو المحل صوره كثير حلوين هل اكله طيب let's see شكلهم حلو ايه طعمتهم رائعه البيجل معمول مزبوط مونتي كريستو يمكن هيدا تاني مره باكله بحياتي كثير بحب السويتنس اند سيفري اللي موجودين مع بعضهم المربى الموجود على البيض وظابطه والبانكيكس واو خارج نومي قد ما فلافي لا لا البانكيكس لازم اخبركم عنه بتفصيل البانكيكس روعه ثلاثة فوق بعضهم هالقد كتير معمولين صح مونتي كريستو تخيلوا تركي تشيز بعدين مربع على الوجه وبيض فوق البيجل اللي مغلي يلي من برا قاسي من جوا فلافي اند ستيكي جريت فود جريت بيكتشرز ريكومندد ادمز يارد يس ليش بحطهم وين مكان طب لا بنجرب غير محل بس حبوا بالموسيقى حلوه فيكم تجوا انتم تجربوه شكله فهمان رايحين هلا على لابولات بيكري بلارناكا ارمو ستريت شو ببيع نحن عنا الكعك العصرونة مع المناقيش
والبيتزا اطيب منقوشه بتاكلوها. نحن بنطعمي كل شيء، نحن اكل لبناني بس موجود بقبرص. نعمل كعكة العصرونية نقلينا هي زيتها من لبنان عم نعملها بقبرص. بنعمل كل شيء خاصه بالعجين، لحم بعجين، كل شيء خاصه بالزعتر، فور تشيز، كل شيء. وعندنا السبيشال اللي هي نحن صار اسمها عنا بولات. البولات هي كناية على الكعكة العصرونية صار اسمها بولات. بلس عندنا كل انواع البيتزا. انواع بيتزا بيبروني، موزاريلا، فور تشيز، فيجيتيريان، كل الانواع من لبنان على قبرص. ترو ستوري، ماشي قاطع من هون، حسيت هيك شفت صوره منقوشه بس ما في ولا شيء مكتوب بالعربي، قلت اكيد مش لبناني وكفينا لحقنا على الزاويه لهونيك. شباب انا لحقته، انا اللي جبتك، انا اللي جبته من الزاويه بعقله. طلعوا الشباب كلهم هون واربعتنا من زمان، فراح ندوق كعكه شكلها كثير حلو، الصور حلوين، ريحه كثير حلوه. وعلى كتير بحرق الثانية. هيدا الكعكة، الكعكة اللي بيعملوها فور تشيز، شوي بيضة، وبترجعوا انتو بتحمصوها قد ما انكم انتو بدكن، مغطية بسمسم. عم بحس بقرشتها بس هي عم تكسر بين اصابيعي. واو، بتفتح قبلية الشبعان. بسكوي عكعكة with a European touch ونفس لبناني. زابطة 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 وبقوة. سمسميتها روعة، ملوحتها روعة، قرشتها من تحت معمولة بفرن يلي اجمعنا بيستعملوا لفرن البيتزا، عطيتها touch كتير غريب وكتير سبيسيال. اوف beautiful. وبالاخر هو الاطراف منقوشة الزعتر رائعة، طري مخمر، زعترات حدين، البندورة، شوية نعنع، زيتونات جواتها. amazing amazing emotional. منقوشة زعتر كتير 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 طيبة، سوبر. خضرة شوف بيضو الوجه، ببيضو الوجه، ببيضو الوجه على قويون مثل ما قلت عم بيقرقش كله. بيوتيفل. My father started his business in the 60s in his village. So after then he reopened in 84 here. So we're around 37 years here. We started small, you see now it's bigger. We almost do the same menu for the past 35 years. Most people like the kleftigo from the big ovens you will see over there. It's very like a slow cooked lamb. We put wood every morning, like Cyprus meat only. We use the oven for potatoes as well, fresh Cyprus potatoes. The other part we do here is more grilled stuff. It's called souvla. It's like a Cypriot speciality, let's say. And that's most people who come here are locals, but if you ask anywhere where to go to eat Cyprus cuisine, they tell you go to Miligis. Granny. So here we have all the food. Thank you.
محل رائع، عندهم فرن برا جنون، صار له قديش؟ صار له اكثر من 30 40 سنه وكل العالم تجي لعنده. بنبلش اول شيء بصينيه اللبن، لبن لبن مزبوط ما بيقشر، لبن الاس مثل اللبنه السين بهالفخاره. بعدين البطاطا طلع قديش طريه يلي مستويه على الفرن على الخفيف، وهيدي اللحمه اللي عم نحكي عنها جيجو على كويير، يعني بتنقص بالمعلقه، يعني ما بدها سكين، يعني ما بدها افورت. شغلة هالبنية وين ما كان صحتين اجت من هوني فضلوا. بيفرطوا خفيف full of flavor super fatty. يا شو البطاطا هيدي بالزوم اللية الغنم حاطين معه اللية. لبن روعة، مش بس هيك حلوم بلد الحلوم، شفتوا كيف تمغط مظبوط، متحمسوا على الجريل. ريكومندد ريكومندد I'm loving it traditional. لبن عن جد روعة، حلوم عظيم، البطاطا واللحمة هلا ما بعرف لازم يجوا مع بعضهم بس انه صحتين توب. هي منطقة سياحية يمكن بس الأكل مش سياحة أبدا، كتير ريكومندد، كتير طيب، إكسبيرينس حلو. عرفتوا وين؟ العويمات اخذ الطياره نص ساعه صار بقبرص، صار اسمه لوكومادس كرونشي سبونجي سويت فلافي ستيكي اند انجويبل. في شيء اسمه اناريه اللي هي مثل القريشه، شبنة خفيفة أو تريكوتا شوي سويت سيفري ما حسيت
حمد فتشت بينك بيري طلع ما عندهم بينك بيري بقبرص فبرمنا رجعت لقيت محل عنده فروزن يوغورت عنده ثلاث طعمات واحدة على ستيفيا واحدة على بسكوتشي واحدة ناتشرال فيري اسيديك فيري لبن يوغورت جريك انتنس بس طيبة فش الخلق بحب كتير اليوغورت سو حتى لها شوية فواكه خلطة ثلاثة مع بعضهم هيدا المحل بريك على العشاء For 12 years. And where Avola, my name. My name is Avola. And for a small shop, I start very, very small. Now I'm what you see. اللي كان عم يبيعوا من 12 سنه بعد ما بيبيعوا لليوم افو ارمني اكيد بيعملوا عجين ارمني من الريحه بتعرفوا اول ما تفوتوا على المحل بصل ثوم لحمه واكيد حار وشويه بهارات ومثل ما شايفين سمله فايته ظاهره وهلا الساعه 5 بعد الظهر يعني مش كمان وقت غدا فتدوق شيء رح دوق شقفه الحلوم اللي ما فيها بصل وثوم وبخبركم شكل عجينته طيب اوكي ناو اي ميك 20 كيلو داي اوكي And people love it. I'm coming from Lebanon, and everybody's saying go to Avo. Yeah. You're famous all across the globe. هيدا نبلش هون. ريحة العجينة رائعة. سميكة. Good stuff. حبيت حلوم, حبيت العجينة. وهيدي برجع أذكركم مسخنة لو عملوها هلا كانت بعد أوف أطيب كتير. عجينته مرتاحة. ريحة الخميرة فيها كتير حلوة حلوم منه كتير مالح Good stuff هلا بحكي عربي هو ما عم بيفهم علي وانجليزيته شوي على قد مش هيك ما عملنا معه انترفيو اطول من هيك بس هذا الزلمة مثل يمكن فينا نقول غزار ببرش حمود هو الاشخاص اللي بيعملوا 100 200 300 لحم عجين بالساعة عجقة كتير وهلا عم بحضروا حالهم العشية عنده شفت بيجي 7 الصبح شفت بيجي بعد الظهر من 7 الصبح ل 11 بالليل ببيع بالميات نحن هلا بوقت مش اكل يعني 5:30 مش هيك ما في عشاء بس اذا جيتوا لهون عبالكم تشوفوا نيكوسيا بقلب المدينه بقلب العاصمه حد حدود محل ما فرجيناكم الصور كلهم تعوا لعند افو بتاكلوا لحم بعجين بعتقد والناس بتقول عنهم غير شكل انا ما بقدر فتعوا دقوا عني وخبروني Thank you.
ما بعرف صرنا اربع ساعات سقنا من اخر الدنيا لهون. قالوا لنا انه هون في كليفتيكو كثير طيب لازم تذوقه. اوف فاينلي وصلنا تعبنا. هلا بدنا نشوف اذا هيدا اللحم الغنم مثل تبع لبنان عنا او شو. يلا ليتس جو. وصلنا على بيريستيرونا ونحن هون هيدا المنطقه في كنيسه وجسر واشياء حلوه. anyway نحن وين هون جايين نتعشى عند هن اوستون كليفتيكو بورفيريوش. عرفتوا مين؟ انجد انجد نرجع اوستون كليفتيكو بورفيريوش. اوستون كليفتيكو كل من هون لانه مثل ما بتشوفون بالفلومي بفوت واحد بيفتح باب البار بيبرموا كلهم بيطلعوا عليه انه شو عم بيعمل هيدا هون. فحسيت انه اول ما وصلنا كله البرام انه انتم مين جايين كثير بعيد هي ضيعتنا. فحسيت انه الكل قاعد هون. وصلنا شوي لبيت ميزون ستايل يعني الخياره البندوره الكابيسات الخمسه بالكيس الكلافتيكو هونيك معمولين وحده ورا الثانيه بهالفرن الكثير كبير مش ملفوفين مش بتناشر يعني محطوطين كلهم سوا بالالومنيوم مكبوبين كلهم مع بعضهم حماوي حراره. هلا بنجرب ناخذ انترفيو من حدا يخبرنا كم ساعه رح ندوق كثير كثير تقليدي يعني على هيك على البركه. هيدا مثل كبيس اللي نعليه هيدا هو الورق تبع الكاب اللي نحن بنعمله هون مكبوبين صغار. هيدا الورق تبعه عاملين كبيس بيكلوا مع الكليفتيكو. انا رح ذوقك شيء اكثر عامل لك ساندويش لبن وبندورة هيك بس تدوش الخيارة عشان هيك ليك بهيدي عم بيعملوا الكليفتيكو. شوف بدي شيل حبتين بدي شيلها هيك من الخيط مشان ما يوقع. صار له ساعات بقلب all body animal 6 hours Africa close yes. شوف 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 قديش مستوية شوف شوف بالإيدين ثلاث شقفات كل شقفة معمولة من واو قديش طريق كل شقفة هي من محل من الغنمة. تتكعب المعلقة من قطرة 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 رحمة اللي اكلهم بحياتي. ما بعرف كيف بيعملوهم ما بعرف شو الصوص اللي بحطوهم عليهم. لقطة واحد لقت قنينة كبيرة وعم بكب فوقها اذا كان عم بكب مي وعم بكب شيء تاني. بس بتتخمر 6 ساعات بتنطبخ 6 ساعات very sticky very enjoyable. شوي ذكرتني بالزرب الاردني شيء كتير طيب. وبتترك هيك شوية دبع على الشفاف. واو ابو واو مش بس هيك طلعوا اجينا شقفة نيفة طلعوا الخدود. او ماي جاد عن جد هي حرزين يلا بنختص فيهم شوية بطاطا شوية لحمة. إذا كنتوا زهيتوا على قبرص كليفتيكو وكل العالم عم تقلنا أنه هون أطيب شيء. انجوي أنتوني انجوي
هو اذا صاحبنا رح يطلعنا بالسياره من بعد ما نخلص بايدينا هيك. بنلعب اللعبه بضل عم يصور هيك بنخلص اكلات بنخلص نقول له هلا خلصت التصوير. الاجواء رائعه. صرت بغسل ايدي 3 مرات وبعضهم عم يدبقوا بس شيء سوبر طيب. ناس هون قاعده بتوصل كل لحمه بالورقه بتفتح بتحطه ببلشه غطس بلا شوكه بلا سكينه مثل ما هي. رائع. بيحرز مشوار تقليدي قديم وطني. قلت لكم اسم الضيعه موجوده صارت على جوجل مابس. شكله كثير سواح بيجي لهون. شيء اخوات بيوتيفل نايت. موسيقى حلوه بيرة أغلبية الناس أكل عم بيجوا أكل عم بيروح ورا بعضهم. لازم تعرفن قبل بوقت وتحجزوا الراس مش بس الطاولة. احنا حجزنا 3 لو لا ما كنا أكلنا. So highlight of the trip. Good morning, good morning. كتير مبسوط أنا عم بكتشف قبرص بطريقة مختلفة. قبرص أكتر بكتير من البحر, أكتر بكتير من السياحة, أكتر بكتير من البيستينات, خاصة بالعاصمة بنيكوسيا. في مطاعم, في سياحة, في تاريخ, في تراث, في حياة ماشية عادة عادة وعن جد مثل كأنه واحد سافر على مدينة عادة. ما بعرف كيف بدي أقولها. anyway, ببلش النهار كتير بكير بيخلص كتير مأخر. ما بعرف كيف عم بيقطع النهار أكتر من 10 وقفات بالنهار. واليوم الصبح موعدنا مع الشباب على الساعة 9:30 بس قلت ليش مبوعة شوي أبكر. حد الأوتيل في محل ترويقة بيلفت النظر. كل مقطع قدامه ما كنت لاقي أرمى بس ليش لا هيتا نوقف ندوق شوي شو عندهم ونقلع نهار. سايبرس داي 3 4 5 4 ببلش هلا. لكمل قرش لودد كرواسان. واو محل كتير حلو أجواءه كتير حلوين. الضوء فايت من وين ما كان. خضار طبيعي وخضار مرسوم على الحيطان. الشغلة اللي لفتت نظري أول شيء أنه عندهم كل المنيو كله نهار لأنه إتس برانش بليس. الشغلة الثانية اللي لفتت نظري أنه عندهم باو كراب أول مرة بدوق. الكرواسان ثيك هام وهي كمان اول مره بطلبها قلت لازم اجربها. هوم ميد طحينه يوغرت بدنا ندوق. شو هالفكره العظيمه. واو سوبر فود. طحينه سمسم سموز ما فيها مروره ابدا. شويه موز على الوجه. لوتس بسكوتيز اند المندز. Spot on. Wow, very yummy. Very yummy. وهي ستيكي شقفة كراب مثل ما هي. اجمالا بجماعة صوص بس انا طلبتها بلا صوص لانه فيهم توم. حطيت لها شوية مايونيز and emotional قريب على القلب خفيف لذيذ. قهوة جوسز. برافو. بجمعنا بقولوا الكنيسة قريبة ما بتشفي. حد الاوتيل بتقول لا لازم نروح لمدري وين ونسوق 1:30. رائع. In the heart. حد الـ Old City. نوم.
حسيت حالي هون عم سافر على نيويورك. حسيت الخبز يلي شربيني زبده من جوا ومن برا والجبنه عم بتذوب كثير وراح احرق لساني اكيد. البيجل طلعوا سميكه السالمون محمص منيح سميكه. وهون هون هون عنا شي خويت 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 بس رامي طلعوا من الخبزه. واو محل حلو. قاعده برا قاعده جوا جوا خشب بتطلعكم هيك بترجعكم على اوروبا او على المانيا اذا بدكم. برا الشجره كثير حلوه الاجواء حلوه هوايات حلوين الشمس بعد ما ضربت شوب ما في موسيقى ما في ناس هيك عم تحكي عروق. الناس الموجوده هون الفايب الموجود هون من وقت ما فتحنا الباب طلعنا بعضنا وقلنا صبناها هتن. بيبري سموكي ما بتحسوا بالخبزة خفيفة كتير ساور كراوت قرشة خفيفة بلا ما تكون هيك تعب التم very generous wow good stuff bagel crunchy chewy cinnamon and raisin sweet bagel. هاي القصة كلها هاي ناطرة هاي هاي بتجيبنا من لبنان هاي بتجيبنا من لبنان خبزة مثل الهوى شربينة زبدتها محمصة ما بتقرقد جبنة فايتة بقلب الخبزة جامبون سميك هاي بتجيبنا من لبنان. شو هالمحل شو هالمحل بيوتيفل. أنا هيدي all the way. Zero yeast, zero sugar, zero preservatives. So our bread is everything 100% sourdough, zero yeast, zero sugar, zero preservatives. This one is the white plain one, just flour, water, and some. This one is the white one with some aromas, like we call it the Cypriot one. It's more traditional bread with aromas. We have anise, mekleb, and nutmeg and the sesame on the outside. This one is 100% rye flour. This one is half whole grain, half white with full bio flours. And this one is our focaccia. It's 36 hours of fermentation, flavored with fresh rosemary, sea salt and oregano. And 100% whole grain flour with seeds. If it's more well done, it's better. The crust is like amazing. And this one, would you like it sliced or not? You decide. We recommend not to actually, because it can be more fresh for a longer period of time. Anything else? Bakery. بس ما بيمنع تسكلون بير. بس ما بيمنع أن ندور. كتير مهضومين كتير حبوبين. Sourdough bread. اسمون اونست دويت اخذت لالي وللعائله ولكل الناس فعلا حسيت بيستاهلوا مهضومين حبوبين قراب على القلب. قبل ما اخبركم شو في اشياء هون حتى نبلش بالاساس مش تقيل اوكي حتى نبلش بالاساس. اول شيء فوكاتشيا هيدا هو عم بيحكي عنه حكى عن السمسم بس كمان حكى عن شيء اسمه محلب. تحمست قال لي ما لازم نقصه ما لازم تو سلايس ات فقلت بقصه انا بايدي. او ماي جودنس واو ريحه الزهورات بالضيعه ريحه مثل الانيسيد تبع العرق. او ماي جودنس هيدا خبز اسيديك ساور اير بابلز مرتاح فلوفي سبونجي
واو عن جد مثل ريحة الديستيلريز تبع العرق اللي بدي اياه. واو 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 نكست فوكاتشا بريد هي اخف بكتير واضح زيت الزيتون ليكو العجينة قديش مرتاحة ايطاليا غطينا بميلانو عم اتمشى بهالشوارع القديمة من جوا سوبر مسقعة من برا اكستريملي كرانشي لمعة الزيت اوه ماي جاد شو طيبة زيت الزيتون الهيربز واو هاي بتربح 10 على 10 هاي بتربح 13 على 10 اوه ماي جاد ويت حدونا وخبرونا انه عندهم واحد من اطيب الكراسان ساوردو كرانش كرانش اربو اي بوتري الهواء من جوا هيدا ساوردو كراسان فليكي سبونجي تشوي اول كومباين ريحة طعمة خفية ويت ست كلنا زبدة اوكي في عندهم تشيز براوني اول شغلة وقفته على الفيتين كتير حلوة بلفوت النظر كتير اول مرة بشوف هيك شيء تشيز من فوق براوني من تحت شكله بيموت شكله بيموت عادة يعني crunchy bits of chocolate cheese on top intense dark chocolate no sweetness no sugar felt cheese من فوق شوي مثل cheese cake أبطال هول وهيدي يلي استحليها افو افو ما ترجف وما تبكي هي لك thank you خويت 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 10 على 10 يمكن لهلا ألذ وقفه اطيب وقفه اكثر وقفه حركت لي مشاعري ببرمتنا ب بنيكوسيا بتعرف انا ما فيني اكل لحالي بدي اكل انا وياك يلا هسه هيك سبينتش واو اكيد ما فيها صغيره لي يلا ليتس جو بليز قل لهم عم بالغ انا بليز نو واي عن جد مثل ما بيقول كريسبي فلافي خاصه هيدي فيها سبينتش اند تشيز شوفوا كيف واو 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 افو مازال عم بيصور يا yeah. بليز ذوق هاي بس بليز ذوق هاي بليز قل لهم قديش هذا الزلمه بطل يا ريت في نحمل بالشنطه واو تعرف شو لاحظت فيها البتر عمل كريسبينس اكستريملي وبقلبهم سبونجي مثل ما قلت سوبر واو عن جد هنن كلها شابين جوا المحل الصغير عم بيطلعوا هيك شيء من اطيب البيكريز ديهم بحياتي برافو برافو جود جوب جايز جود جوب جود جوب جود جوب جود جوب انا كيف جيت لهون ما بعرف ما بتذكر هو متفاجئ ليش انا هون اساسا محل زغطور رح نقول بالضيعة بس بنيكوسيا على جنب مش بالداون تاون او بالسنتر بيستاهل 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 خبز للبيت هون كرواسان للولاد هون ديزرتس لذيذين هون خبزاتهم رائعين 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 مش من كتير زمان نزلت على بيروت على ساوردو بيكري ببرم على كتير ساوردو بيكريز ماشي مفكرين حالهم بيشتغلوا هيدا بطل 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 We are brother and sister. My name is Christos and Melina. And what we do here is everything we make is gluten-free, refined sugar-free, and vegan. And pretty much our all, mainly our all ingredients, mainly our ingredients are organic,
So yeah, I would say 85%. Yeah, organic whenever possible, and then all the ingredients we use are whole food. Seeing hazelnut crunch, biscuits, chocolate chip cookies, double chocolate cookies with a surprise cracker, lemon glazed cake, and banana bread with chocolate chip. We have our ice cream, which is rum raisin ice cream. It's made with, there's no powders, no additives, no artificial ingredients. Lemon blueberry cheesecake, cherry cheesecake. Then here we have the chocolate and orange ice cream cake, Snickers bites, salted tahini biscuit with dairy-free white chocolate. So the white chocolate we make from cashew nuts. طحينة من فوق، سولتي من تحت، فليكي بسكت، نايس، معتين، نايس ميكس. طبعا بقول فيجن، بقول جلوتين فري، بتفكر إنه الطعم رح تختفي أو رح تروح أو رح يتغير القصص. لا زبطين زبطين، القرشة مثل ما لازم، سويتنس مثل ما لازم، يامي. كريفين يعني واحد بيطلع عباله يكفي ويكفي 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 رح دوق كل شيء هيدي نايس مويست من جوا فتحوا امبارح يمكن احنا اول ناس بتجي لهون اول ناس بتصور هون اكلتهم رائعين فايت نقزانه انه كله فري 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 برا انه شو باقي بدهم يعملوا منهم كوكيز ويعملوا منهم كيكس وظابطين very enjoyable هيدا هو صح اسمه كريستاكيس صاحبه صار عمره تقريبا فوق التسعين قديم كتير بنص نيكوسيا بوجه الباصز بنص المدينة في شي هيك شكله سوبر طيب حتى نبلش بهول فورك مي نشوف لاكي هولي ده كباب سوبر دوبر اكستريملي جوسي محمصين مشويين واو 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 يامي مش عم بعرف اذا بكفي هون او بكفي هون مع شقف الفات هاي انا اسمي سيرين صادق من فلسطين عايشة صار لي في قبرص 12 سنة بالغربة وقبليها كنت من سكان دبي ف this is مشمش هاي البروجكت بلشناها بالكوفيد من سنة ونص تقريبا أكلات التيتا والماما وكل شيء من ريحة البلد basically ف yeah ملوخية صيادية لبن أمه أوزي شو كمان فريكة طبعاً بس على الويكند بنعمل أشياء very very different لأنه we're a modern Palestinian kitchen ف يعني for example بدك تأخذ أكلاتنا مثل المسخن بنعملها spring roll مش الرول العادي اللي متعودين عليه عنا في البلد بس we put it in a spring roll with a different sauce on it في عنا الست menu مثل improvised basically يعني حسب كل اسبوع it's something different we go to the market we grab the stuff and we create the menu on the week ف there's nothing that is stable there is nothing that is
going to be there the next week. It's all seasonal, it's all fresh. اليوم طبخين لبن امه, as you can see, if you can come over here. So this is لبن امه. We do it with tenderloin, beef, USDA prime. We've got the rice, بالشعرية. طبعا we have over here, I'm not gonna show you this, but يعني we always need something to, دائما عند تيتا وعند ماما دائما كنت اشوفهم بيحطوا شيء ل to press on the ورق عنب. كانت دائما هوايتي الطبخ من انا وصغيره, من انا عمري maybe 6-7 سنين دائما ادخل على المطبخ اقعد اخبص اعمل you know just creating things. و I think الطبخ نفس at the end of the day, يعني إذا ما إلك نفس فيها, يعني حتى لو درست وما إلك نفس فيها, لأنه في كتير من أصحابي درسوا بس بعد ما درسوا ما حبوا إنه يكملوا. So yeah, this is ما بدنا نحرقهم بعد مرة, ما حنحرقهم كمان مرة. Today to start you off we have heirloom tomatoes, we've got ricotta with za'atar and micro herbs and Palestinian olive oil. So enjoy. وصل لي مساج على انستغرام وقالت لي سيرين ما بتجي لعنا على المطعم؟ قلت لها مطعم, قالت لي مطعم عنده اكلات فلسطينيه, قلت لها اكيد ايه, اسمه مشمش ان ذا هارت اوف نيكوسيا, تقريبا شي 50 متر من الاوتيل مثل ما شايفين, محل كتير صغير, طاولات برا اربع خمس ناس بعد ما تعود تجي لهون لانه معروفين كتير, مش عم بيلحقوا جوا دليفري اند تيك اواي. طاوله وحده جوا, موسيقى كتير حلوه, المطبخ اوبن كيتشن, حد الشيف بتعيشكم الاكسبيرينس تبع طفولته, بتخبر انه هي ما كانت شيف وما درست شيف بس كثير تاثرت بامها وبستها, وهون جابت الطبخات يلي كانت هن طبخات الطفوله. منبلش ب طلع ببساطه ببندوره سماء نحن بنعرفها, بس بدل ما يحطوا عليها توم حطوا عليها ريكوتا, زيت زيتون, سمبل انجريدينتس, مكونات خفيفه نظيفه, خلينا نقول بريميوم انجريدينتس from the land. هيد تبليش طعمة الأرض والطبيعة والشغف والباشن. أوف, صحن هالقد بسيط يحرك مشاعر هالقد قوية. واو, زيت الزيتون, شو هالزيتات, بوم. هيدا نكفي على هيدي فتة باذنجان. اجمالا فتة باذنجان بتكون في لبن كتير, شقف باذنجان هيك محطوطين بقلبها او مربعين. هون طلعوا قديش حلو. اول شيء بنبلش بلاير خبز مقلي, يعني القرشة عظيمة. بعدين عنا باذنجان معمول شوي مثل مسقعة, لبن على الوجه, طلعوا ثلاثة لايرز كتير حلوين, شوية رمان, واو ميموربل. منا بابا غنوج ومنا مسقعة ومنا فتة, كومباين مع بعضهم قرشة خبز محمص رائعة, سترونج فيري سترونج اسيديتي تبع الباذنجان, سويتنس ولا ألذ جاي هيك فوق, وبعدين اليوغرت. So this is basically the mtabbal ma hummus, and it's topped with shrimp that is fried with butter and paprika. So enjoy. Wow, served hot, warm, very soft, very smooth eggplant. Very balanced taste. So ورق عنب cooked in pomegranate molasses, lemon, and love. ما بيشبه ورق عنب طبعاً, ولا من قريب ولا من بعيد. طبخة جديدة, دبس رمان, حموضة, ورق عنب أو الورقة, أسمك شوي, رز من جوا مطبوخ, غير نوعية. شيء سوبر طيب,
بس ابدا 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 ما بيشبه الورق انا بالقطع تبعنا. طلعوا حبه رزق اساسا غير نوعيه، ممكن تلينيه، الورق هنا مسمك شوي، كثير حامضه كثير ساور. وبتنعطى سخنه مش مسقعه مثل لبنان. واو اي لاف ات، اكتشاف جديد. لا flavors of home, emotional flavors of home. هلا كنت عم بسأل إذا في جالي فلسطينية كتير كبيرة هون، وإن كانت جالي فلسطينية أو لبنانية أو سورية أو عربية أو أردنية تعوا ذوقوا أكلات فعلا مذكركم بالبيت بالماما. وبعدين ناطر هلا اللبن بعد شوي، كتير محمس. وهيدي الصيادية واو beautiful. ما فينا نفسر بس يا البهارات، السمكة جوسي منا ناشفة، قرشة سنوبرا زكزكوا لساني، وهون هون كلهم عم بحسهم هون عم بتحركوا. I love it. لبن أمه مع صوص حط عليها هون، طلعوا الصعج حلو، الزيت مفلفلين، شوية صوص معمولة من الجميد الأردني. هاي القصة كلها. هيدي اللي الفلسطيني أو الأردني اللي بيكون بعيد عن بلده وبيدوقها بدمع اللبن الحام والكتير اللي اسمه الجميد، اللي مش شوي مثل كشك عنه إذا بدكن، مع الزيت. Great job. صحتين. Thank you so much. صحتين. أكل شيء. صحتين. تعال شجعوا بتستاهل متعقل. المعلم أكثر ديسير بالعالم بيحرق شفاف ولسان وزلعين. فموقف مع الإعلان ومنرجعكم بعد خمس دقائق. ready؟ واو. حليب. ومربى وسكر وفستو بوم أرومز بيطلع من خير، ختامها مسك. حبيتهم كتير كتير حبيتهم، وأكيد رح أرجع لعندهم عن جد، بيستاهلوا كل خير. حبيت الأكل، حبيت اللي حسيته جوا، حبيت الإيموشنز، الاستقبال، الضحكة حلوة رابعة القلب. ونحن وين؟ هون شي محل حوالي كل الشوارع بتلاقون على جوجل مابس. مش ما بعرف، بس I know that everything is excellent now. فيني نفسي فتح، حكيم عطانا شغلة مميز. عطس بلا ما وقف هالسيارة المسكرة الحلوة. 15 مرة شو عطس علينا ما بنعرف، بس الحمد لله. وان بيك فاميلي، وان بيك فاميلي، ناكل سوا، نمرض سوا، منسوه سوا، نضحك سوا.
I love you, Cyprus. من أجواء المدينة تغير السيت اب، طلعنا بالجبل، صوت الزيز، سنوبر كتير، جبل رائع، أجواء رائعة. وصلنا على التلة على ضيعة قديمة كتير سياحية اسمها ليفكارا، ريكومندد. كتير مهضومين بيستقبلوكن، ضحكة على وجهن، يلا صور صور. واو، عم يغيروا لي فكرة كتير عن قبرص وعن الأماكن السياحية. لامينيد على الوصلة. واو، ريفريشينج. كونسنتري، بتخلطوا مع شوية ماء، بتعملوا شيكينج. تلج، اوف. اكيد باقيين هون العشية، لانه اذا كلهم مثلها مهضومين ولذيذين ورابع على القلب. Leonardo da Vinci, the name of the pattern. Okay, and why is Lefkara famous for it? It's made here. Something when it's made here from the traditional. Okay. And beautiful. We make in white thread and brown thread. This is the brown, and always on linen, Irish linen. واو،
Impressive, impressive, impressive. Wow, impressive. وصلت على ضيعة فكرت رح تكون هيك بس انه قطعة سريعة كم بيت. فتنا بالشوارع اللي هنا منها سياحية، فتنا على البيوت، مشينا من زروب لزروب، صرنا بالاخر على الكنيسة. واو كيف ما تبرموا، في بيوت قديمة، كيف ما تشوفوا حواليكم، في رواق، في تنظيف، في ترتيب، في بواب قديمة انبنت تقريبا كلها سوا، يمكن اول بيت شفناه 1902. اوف تجوا لهون على قبرص، نيكوسيا او لرنكا، لانه البحر فشخ، نحن صرنا بنص الطريق. ما بتجوا لهون كتير مروحين حالكم، كتير 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 كتير. I am in love, I am in love. ليبانون ولكم طبعا ما بتشبه ابدا طبعا. عملتها اقوى ستيكي، اقل سبونجي شوي مثل المارشميلوز. حبيتهم لدرجه انه اخذت علبتين، وحده الي وحده لصديقي حبيبي انتوني. ثانك يو سو ماتش. اذا ما كثير محمص برده لا. ثانك يو سو ماتش، ثانك يو سو ماتش. 1895 People come to this village to you to buy silver. Yeah, to buy all of the old equipment. To buy making here video all here. How many years have you been here? You're young. He's making. How many years, yeah? 50 years. 50 years! I love you, Mustafa. 72 years. Bismillah alaik. Yeah, you look young. And this is different design here. Okay, beautiful. And this hall is welcome and look. Let's see inside. Here. Making here and this. Ah, okay. طلع شو عم يعمل؟ عم يعمل هيدي اللي بيكبوا فيها المي مصلية. نايس. And this is a different design. It's a crepes. Beautiful. How much are you selling them? How much? 500 euro. Nice. And this is here. It's all here. It's English here. You're all over the place. Yeah, no place. It's all silver. ايجيون. الفيرست امبريشن رائعه. طلعوا قاعدين بين اربع بيوت، نحن بالنص،
كأنه طلعنا على الضيعة، الهواء لذيذ، الشجر لذيذين، القعدة لذيذ، الشباب بتعقد. هلأ سانسيت بعد شوي عم بتروح، عم بيروح الضيعة وجايين ناكل أكل تقليدي قبرص. أي جايون ذكرني شوي المطعم ببارون ببيروت، أو ذكرني هيك أنه عم تمشى بنيس أو بشي جزيرة باليونان، حاسس الصحون رح يطلعوا بيعقدوا. شيء رائع مثل ما كنت منتظر، طعمة الضيعة، طعمة البحر، طعمة البحر الأبيض المتوسط، طعمة freshness، simple ingredients، إن كان الحمص، إن كانت طحينة، إن كانت البندورة، إن كان القرشة. كوسة مقلية حسيس phenomenal، سوبر دوبر ديليشس. واللبنة واليوغورت بيستعملوه وين ما كان، حتى صوصات خفيفة كتير، ما في مايونيز، ما في شي دلع، ما بيطلع بيكم توقفوا. Great job. واجت ريحة على الطاولة، اوف، حسيت الباربيكيو السموكر كله تبع التراس هون. سموث سوفت ليموني انتنس، بوم بوم بوم. لا هيدي خويت، طلعوا أرزو مع شقف لحمة معزة، مش معقول مش معقول مش معقول مش معقول. يعني صحن ورا صحن ورا صحن عم نطلع ليفل ورا ليفل ورا ليفل ورا ليفل. حاطين فيها أوريجانو مش مستوية، برافو. بدي عصر حامض نسيناه. أنا أول عاملها هيك حسيت إنه هيدي عملت كرمال تكون هيك. هو هيدا شو هالخبزة، شو هاللحمة، شو هال ميكس، شو هالساندويتش، جاينت ستريت فود ساندويتش، بولد ميت. ما قدرت اخذ راحتي جوا واحكي كثير لانه كان في ميوزيك حد فور كوبرايت ريزنز، يمكن نص الاشياء اللي حكيتها راحت، بس فيني اخبركم عن الاكل بعقد، الاكسبيرينس بتعقد، الموسيقى روعه، الشبيبه عظيمه، الكرم الصحون، الفليفرز، الطعمات، الافكار، ما في شيء فيني اخبركم عنه لكم منه روعه. مطعم بحطه بالتوب 5 ليست اليوم بقبرص، مشهور كتير، ريفيو تبعه على جوجل كمان كتير قوي، من مكونات كتير عادي عملوا شيء كتير قوي، ذكرني شوي على بتيت ميزون بس ايفن اب سكيل. اخر وقفه اليوم وسابت انه بتعرفوا ثلاث محلات للزيت الاونر اليوم بيا، كنا عم نعمل له دعايه كل النهار. بلشنا اول شيء بالترويقه، اكلنا الهامن تشيز ساندويتش كان رائع، بعدين هلا من شوي ذا شيبريت اكسبيرينس وكان الاكل توب، خاصه اول صحن اللي فيه البندوره كان روعه. وهلا وصلنا على بوتيكا امارو اللي اغلبيه العالم بتحكي فيه بالمنطقه وبتقول مرتب نظيف، البار لذيذ والاكل تلياني. ولفت لي نظري اللي ما اكلته بعد بهالسفره، ما انا عارف اذا باكل برجر بس ما عبالي او باستا، عنده كاتشو اي بيبي، اذا بلا توم اكيد اخذته، عنده فيتوتشيني بيفراجو، عم بتشط ريالتي مثل كانه مش اكل شيء كل النهار، فكتير محمس وناطر يجي ياخذ الاوردر. وختامها مسك هذا اخر عشاء لانه بكره اخر نهار وراجعين على بيروت. فريش، فيري فريش تونة تارتار، كانوا صيادة هلا، بلا فزلكة بلا فلسفة،
straight from the ocean. شكله رائع، شكله بيموت. دقيقة مش تشة، ريحتها حلوة. جامبون عليها مطبوخ مطوية هيك على الطريقة التليانية التقليدية، ومنقدش. سوبر يامي، مالحة، جامبون سميك، تقيل، مطبوخ مظبوط، فاتي، loaded cheese, acidic tomatoes and crunchy borders. موحم 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 على باستا، موحم على باستا. هول اللي شايفينه هون بوتارجا. شو يعني بوتارجا؟ يعني بطرخ. كاتا معلا موحم على باستا، حسسها الدنتي لمن معملها بالبيت دايما دايما دايما. كوكت الدنتي، واو. شوية بطرخ منشفين ومفروطين. Very simple, very light, very straightforward. Smoked provolone, very intense acidity. Oh my god, I missed it. يعني في شغلتين يمكن بكل سفرة ما لازم روحهم، هن البرجر والباستا. Very excited. هلا كيف بدي اغنيهم للشباب انه ما تدقوا بصحون بدي اخلصهم وحدي. هيدا نهار حافل، كتير حافل، يعني بين الاكل وبين البارميت بلش كتير بكير، خلص هلا كتير مأخر. انتوني ما خلص بعد، في محل كتير طيب قالوا لنا هونيك اخر الشارع. لا رايحين عليه. انا خلصت، انت ما خلصت روح. لا لا بقى انا خلصت ناكل بعد عندهم. باي نو جود نايت سي تومورو. يلا عم يمزح، سي تومورو. نهار ببلش كتير بكير. أناري أناري شو بلد؟ Maybe 3 years. Coming on this. Only on yes. Or breakfast. Yes. No vegan. All of you. Lukamiko. Pedro do Redo Lukamiko is the Iglesia. Cyprus sausage. Okay. We are open 9 o'clock until 2:30, Saturday, Sunday only. Brunch? Yes. Sausage, bacon, eggs. We have sausage pie with a little bit of pastourma. We have omelette. We have play with tomato and eggs. بالضيعة عاملين ليك هيدي شو عنا هون؟ شو؟ هون عندك البسطرمة، هن كمان بيعملوا بسطرمة. شوف شو مكتوب هون؟ Armenian بسطرمة. You see؟ Yeah, all the way. هلا بسطرمة. This is a new product. New؟ New. Yeah. It's pastrami. It's for beef. Only for beef. And spices.
Pasturma. نرجع نعيد. وين وصلنا؟ وصلنا على محل تقريبا بده شي نص ساعة على 40 دقيقة من العاصمة. محل مثل ما شفتوا الصور بالضيعة، ما في دومر على الطريق، البساينة فلت من هون بتفرز. بيرجعوا بيجوا سبت وأحد، سبت وأحد بيفتح بس من الساعة 9 لساعة 2 ونص بعد الظهر. زلمة كبير بالعمر جوا بيشتغل من قلبه من قلبه من قلبه، يعني البيضة ورا الثانية، اختراعات اللي عم بيعملهم أنا مش شايف منهم بحياتي. هو بيض وهو لحمة وهو بسترامي، هو اشي عادي، بس الطريقة اللي بيشتغل فيهم، الطريقة كيف بيشتغل هيدي الباي اللي رح نشوفها بعد شوية، الساندويش، البيض كيف بيخلطهم، الافوكا لونه، البوتشت ايج، التحضيرات اللي بيعملون، اسم الله ناس فايتة ناس ظاهرة، بيفتح بس ويكند. عم بتخيل حيالة محل بالضيعة بتطلعون عنده ديستينيشن بس ويكند، بيرجع بيسكر بيقعد بيرتاح كل الجمعة، كبير بالعمر مرتاح مع حاله، روعة روعة روعة. لكن برجع بقول لكم نحن وين على الخريطة، رح نرجع نحطها. هيدي هي ثليمون جيفسيس. الترويقة التقليدية، الترويقة التقليدية الأصيلة اللي فيها لحمة، فيها خنزير، فيها حلوم، فيها بيض، فيها خبز محطط له زبدة مثل ما لازم ومحمص. هذا اكتشاف سباق، بقول له مرسي من قلبي لأنه مش بيعمل سايكلينج هون. فاليوم على بكره كان عندنا كثير مشاريع، قال لي بتلغي كل شيء، آخر النهار بدي أختك محل ما أنا بروح، لأنه قطعنا نحن من أربع أيام وكان مسكر. فبقول لك يمكن هيدي عن جد هيدي الهايلايت تبع تبع السفرة. عم نحكي English breakfast. لوغانيغو Greek. Cypriot لوغانيغو. This is top of the top. This is Anjad شغله. خويت. هيدا خويت. هيدا سوبر خويت. شقف البيكن اللي عم بتنقط من كل محل. Oh my goodness. Loaded with love and fat. يا سلام وحياة الله شيء اوف هسه كلها خزانة كانت اسمعون ضيعة الخطيار الاكل الطيب فول باكج five-star hotel. Where come from? I come from Lebanon. Lebanon, ah, yes. Very, very hotel. Good, very good. خمسة نجوم. Yes. Badaya. There is love. It's no, no problem. It's khanzir. Big. No, khanzir, big time. It's good. Ah. Good everything. I love khanzir. It's from Lebanon. This is pasturma. Pasturma. خبز روعة. الخبزة روعة، الأفوكادو كريم روعة، البيضة مستوية مثل ما لازم على القد مويست من جوا وراني من جوا، الفليفرز الأسيديتي
شو هالشغل الصح؟ شو هالزلمة؟ Tomato, the egg, and the pastirma, it's an excellent combination, especially the bread. ذكرني كنا صغار كانوا يجوا قرايبنا من حلب كانوا يعملوا الارمن الحلبيين يعملوا هيك سجو ذكرني بهالايام انا وصغير والبيض اكيد بلدي بلون ضيعه برافو الله يوفقك Excellent combination. The sucuk, the egg, panadura, and the flavor. And this is pastrami. Pastrami. مش عم بعرف عبر. مش عم بعرف. لك وين وين هولي هولي بيكلون بيم. غورميس شوبس باوروبا شو هول لك شو هول لك شو هالعظمه طلعوا او ماي جاد مش بس هيك لك سبايسز اللي بقلبها او ماي جودنس واتس ذس سويت طلعوا على اوملات طلعوا على اوملات شغلها منه من الشفا شو هي؟ جاتو كيك هي شو بحط لها شمعة مش معقول مش معقول انه يا انتوني صفا ماشي الحال ما كلها بيض لا مش بيض في حب في احساس في انرجي في فايبز مش معقول بينسألوا من كل بلدان العالم هيدا It's so good. So freaking freaking good. هاي شو؟ أناري. شو أنا أناري يعني قريش؟ نتخيلوا القريشة وعسل تبع الضيعة عنا فينا نعملها سكسي ونعملها هالقد حلو شكله وبتلفت النظر قريشة وعسل 3.0 مش 2.0 دبل لاير فواكه هوني خبزة ساور دو لأنه قعدت عليها الجبنة ولأنه شربت العسلات قلبت شكلها مثل كيك حسوا حالكم عم تاكلوا very moist cake انا ريما لها طعمه بس لانه عليها الفواكه وعليها العسل مثل القريشه بتخلق شيء رائع العين بتشبع اول شيء بتشبع العين وبتقولوا عليهم ومنشك شيء رائع عن جد رائع 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 اذا كنتوا جايين على نيكوسيا او اذا عايشين هون بيحرز مشوار تقريبا 40 دقيقه ضروري تاكلوا شيء سوبر فاتي سوبر تراديشنال كتير معمول بحب وبغرام وبترجعوا مشي تفتحوا الشرايين We'll be right back.
Restaurant opened in 98. This is the Byzantine area. This is the end of the Byzantine River. You open for lunch and dinner? All the time. Cool. Let's eat. And after dinner and breakfast, after the midnight. It's open every time. 24 hours. 24 hours. This is Mama's. This is Karos. Fresh? This just now arrived from Paphos, from Lachi, Lachi Paphos. Batra. This is the egg. Try it. Batra. This is female. No. All the fish is female. First, you have to try the wine. Maybe. You know what's happened with the king? Someone to taste the food before the king. After when you open the wine, maybe you have to taste again. Of course. Of course. Yalla, yalla, yalla. Yalla, yalla. سمكة كبيرة بيقلوها بس مانا مفتوحة ما عوزة منظفة بعرف انه فيها جورة من هون هلا فتحت شوي شفت انه في هول بعدهم هيدا البطرخ الحسكة على القلي مستوية على الاخر منفقق ومناكل وصلنا عند ماماس كتير مهضوم الزلمة لذيذ قريب على القرب يعني اذا انتبهتوا شوي مزهزه لانه كل طاوله ضيق من كل قنينه كبايه حالته حاله عروه هو البحر والهوايات وبيه معه عايش على الغيمه شويه مقبلات بتنقوا السمكات بطاطا مقصوصه على الايد وغدا روعه هو قرر انه لازم يشرب قنينتين هو هيك قرر هيا Now you taste also? Yeah, no now, no now, later. Later, we have to make cheers. Cheers, cheers, my friend. Cheers, cheers, cheers. Let's eat. Cheers. فقرر انه لازم نفتح عنينة تانية. صحة صحة. طيبة. جوسي. مي. مش ناشفة. كتير فيها حسك. بس we'll manage. ويل مانج عندهم طحينة كتير مشهورة هون طلع فيها توم بحطوها مع كل شيء حتى مع السلطة حتى مع السلطة انجوي Lemon.
have to share for you because you make somebody make chicken. Oh my God! Wow! This is a secret. Two atoms. This size of fish. I eat the intestines. All eat. Papa. Why the? Nothing marara. Super marara. Super marara. Damn, if you're a dwarf, I'm not going to take it. Mama. Change the انا ما كنت عارف اذا عامل فينا الضرب او هو عن جد بيكلون لانه على وجهه انه اوعى تنطفوه انه تعملنا كافيار بدي كاتشب سكويز بتمه تروح تعمل سي ريد سكين هيك سوشي ذكرني بأبو شادي بتقعدوا انتوا تروقوا بيقعدوا بيتروقوا معكم هو وتمه ما وقف يلعوس من وقت ما وصلنا صحتين صحتين My brother say always if your brother ask you something have to listen it. Because it's your family. I put the TNT now. زكاني زكاني بزرج الضيعة. فتح ثلاث أنين بيض. لمين ما بعرف. Nothing today. Empty pockets, finish. I am poor today. صار فتح ثلاث قنين بيض انا شربين كاسين يعني بس انه وين راحوا البقية بعدين هو راح بالصوت وجاب لنا سبيكر لهون وهيدا الجو معروف هون انه الجو جو قصة كبيرة عن جد بيموت من الضحك على البحر دغري اخر نهار الشباب ولعوا ذكروني عن جد بجرجي يعني قاعدين نتعرق وعاني وفتوا كل الناس معنا بالجو والموسيقى عاليت على الاخر وهيك بنقلها باي لقبرص نيكوسيا مينلي 4 ايام وبقية نهار بلارنكا وايا نابا اكتشفت هيدي الجزيرة عن جديد اكيد برجع لهون اكيد برجع تفوت اكثر بالتفاصيل اكثر بتضيع اكتشف اكثر هيدي الحضارة او هيدا البلد كثير بيشبهنا كثير بيشبهنا والاكل كثير بسط فيه يلا ان شاء الله تكونوا بسطتوا بهالخمس ايام وان الله رد ملتقى بسفرة جديدة ببلد جديد باكتشافة جديدة كثير قريبا Congratulations!